ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا نينو ودي قناتي. لو اول مره تشوفوني ما تنسونيش في كومنت حلو زيكم ولايك. بفكركم ان القناه بتاعتنا منوعه، فيها قوائم تشغيل وفيها كل حاجه واي حاجه. كنت عامله معاكم قبل كده ريفيو عن استيكر اللزق اللي هو بتاع التجديد اللي جبناه اللي اشتريته من عند بتاع الادوات المنزليه، وقلت لكم ان انا هجربه معاكم واعمل بيه شويه حاجات نجدد بيه عشان دخلت رمضان. كل سنه وانتم طيبين. هنا عندي ده دولاب زي ما انتم شايفين كده خشب، قلت اجربه فيه. في بقى ناس بتعمل بيه كمان الالمونتال، في بتعمل بيه الدواليب اللي هي بتاعت الاطفال. فانا النهارده عندي دولاب كده زي ما انتم شايفين لونه، بصوا غامق ازاي وادم وكده، فقلت لا اجدد فيه. فزي ما وعدتكم ان انا لما اجدد هوريكم ازاي انه بيلزق، هنقول عيوبه، هنشوف بقى ايه كل حاجه فيه على الطبيعه كمان. بصوا بقى شكل الدولاب عامل ازاي زي ما انتم شايفين كده، بصوا بقى لونه غامق ازاي. تعالوا بقى نشوف الورق اللي احنا جايبينه ونشوف هنختار انهي لون نحطه عليه، ونشوف بقى بيتلزق ازاي. والقصه دي كلها نتابعها خطوه خطوه عشان لو فكرتي تجددي كده يعني ايه تبقي شايفه كل التفاصيل وكمان على الطبيعه. انتوا شايفين كده حبايبي ده شكل الرولات اللي هنشتغل بيها. انا عندي هنا الرولين دول، كنت جايبه رولات تانيه معاكم استخدمتها، هوريكم بقى في اخر الفيديو الحاجات اللي عملتها عشان تقولوا لي رايكم بقى. انا هستخدم في الدولاب اللي هو الرول ده، ده عامل 25 جنيه وخمسة متر. هستخدم ده، وممكن اعمل ضرفة من ده وضرفة من ده، لسه مش عارفة. بس انا يعني ايه هحط كده كده اللون ده، يعني قلت اجدد افتح برضو بما ان الدولاب غامق قوي، فقلت بقى ايه افتح المرة دي احط له لون فاتح. إيه بصوا ده شكل الرول من جوه اهو، بصوا الورق بتاعه. الرول ده خفيف، تحسي ان هو الورق بتاعه خفيف مش تقيل قوي، يعني مش عايز اماكن فيها تعريض للمية زي دواليب الالموتال والكلام ده، لان لو حطيتيها هتعرض للمية هيتقطع بسرعة. فعايز كده ايه دواليب او حاجات ان هي ايه بعيدة عن المية والكلام ده. فالرول ده يعني انا بنصح اي حد هيجيب من الرولات دي، لا جيبيها للدواليب بتاعت اللي هي اوضة الاطفال، دواليب كده زي ما انتوا الدواليب اللي وريتهولكوا الكلام ده ان انت تغيري فيه. انما لو استخدميه في المطبخ على دولاب مطبخ لا هيتقطع بسرعة قوي، والمية هتبوظه وهيبوش معاكي لانه خفيف. تمام اهو الرول اهو. ببدا بقى ان انا اقطع المقاسات الاول بتاعه الدولاب، هقطع المقاسات كده واحده واحده. قطعت كده القواطع، حاولت ان انا ايه اخد المقاسات كده، عملت اللي هما ايه الاطرف كده. برضو ما بحبش اقطع كله ليه مره واحده عشان ساعات ممكن تزهقي مش عايزه تكملي، فكده بحب اقطع على ايه شو واحده واحده بحيث ان انا ايه اخلصهم. لقيت نفسي ان انا عندي لسه ما قادره اني اكمل، ساعات ممكن يجيلك حد ممكن تنشغلي، فبحب اقطع واحده واحده على مهلي واشتغل على مهلي، وفي نفس الوقت علشان ما هضرش كمان من الورق عشان ساعات الواحد ايده بتفلت في المقص، ممكن بيزهق ممكن ياخد مقاس غلط، فبقطع كده كده على مهلي. المهم قطعت بالشكل ده، هروح بقى الزق. بصوا بقى طريقه اللزق سهله ازاي، بتفكي اللزقه اللي هي هنا دي، بصوا من الطرف كده تبدأي ان انت تفكي. بصوا اهي، بس لازم يكون عندك ضوافر عشان تتفك معاكي بسهوله. اهي بصوا بصوا هتطلع معاكوا ازاي بسهوله اهي كده اهي. بصوا اتفكت، هاخدها بقى واروح الزق ونشوف بقى هتدي شكل عامل ازاي. اهو بصوا كده اتفكت معايا، مش هفكها بقى كلها، هاخد كده واروح الزق عشان اظبط وانا بلزق. انا واخده مقاس اللي هو القطعه اللي هي دي، فهبدا ان انا الزق بقى القطعه دي كده. هثبت من الاول وابدا بقى ايه ان انا اشد الورق من تحت كده، بصوا بيمشي معايا زي بكل سهوله. انا سايبه، هتلاحظوا ان انا سايبه من تحت عشان اتنيه، يعني انا لما سايبه من هنا ليه عشان اتني كده لجوه، عشان لما يتنى لجوه ما يطلعش بسهوله، يعني يبقى ايه متامن اكتر. اهو بصوا كده، بصوا بيلزق ازاي. معلش انا بصور بايد وبعمل بايد، فبحاول ان انا اوضح لكم على قد ما اقدر. اهو بصوا كده اهي، ثبتي وتدوسي اهو، ما فيش اسهل من كده، ثبتي وتدوسي. بصوا انا عملت هنا جزء فوق اهو، بصوا طبعا في هوا بتفتحي كده وتفضي الهوا وتثبتي كده وتدوسي. بصي اهو مفيش اسهل من كده. طبعا بقى انتي طبعا بايدك الاثنين هتبقي مالكه، انا بس بوريكم الفكره وهكمل بقى مع نفسي بوريكم بعد كده ايه الدرفه لما اخلصها. طبعا الجزء اللي جوه ده هيتقطع له مربع لوحده، انما احنا دلوقتي بنعمل القواطع وكان نعمل الجزء اللي جوه. هخلص بس اثبت وارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده عملت بقى اول درفه بالشكل ده. بصوا ده شكل حلو ازاي، بصوا بقى بصوا من ده لده، بصوا الشكل مختلف ازاي اهو. بصوا لسه بقى هكمل واوريكم بقى الشكل النهائي في الاخر هيبقى عامل ازاي. زي ما انتم شايفين كده حبايبي ده بقى شكل الدولاب بعد ما خلص. بصوا كان ايه بقى ايه، بصوا بقى بكل سهوله اتغير شكله خالص، راح حاجه وجا حاجه تانية. بصوا الشياكه ازاي، بصوا حاجه تحفه بجد.
انا ما كنتش متوقعه ان هو هيطلع بالشكل الحلو ده وان هو هيتغير كده اهو. بصوا شكله، تعالوا بقى اوريكم عملت ايه كمان بالورق التاني. بصوا حبايبي بقى، برضو جبت الورق التاني عملت كده بالدولاب كده بتاع الاطفال. بصوا بقى حلو ازاي، بصوا حاجه تحفه بجد، قولوا لي رايكم. طبعا هنا كمان الاضاءه مش موضحاه، هو في الواقع احلى بكتير كمان واللون حلو قوي. إيه وكمان 15 متر عملوا معايا الدولاب والسرير، وهناك الرولات التانية عملت معايا الدولاب زي ما شفتوا. ده كان فيديو النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم، واستنوني فيديو جديد وحلقه جديده مع نينو. يا ريت تسيبوا رايكم في الكومنتات.